مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب وأجمل وأرق التحية لمشاهدي قناة صلاح الدين الفضائية أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نقطة على السطر. فحياكم الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام أينما تكونوا في كل مكان. بداية نقول الرحمة والخلود والغفران والفردوس الأعلى لشهداء غزة وشهداء الشعب الفلسطيني الذين سقطوا على يد إرهاب الكيان الصهيوني الغاشم. نسأل الباري عز وجل لهم المغفرة والخلود إن شاء الله والشفاء العاجل للجرحى، وتبقى فلسطين حرة عربية في كل زمان ومكان. أحبتي المشاهدين، ضيف حلقتنا لهذا اليوم المهندس محمد يونس حسن، مدير هيئة استثمار محافظة صلاح الدين. فحياك الله من جديد أستاذ محمد، واللقاء يتجدد بكم من على شاشة قناة صلاح الدين وبرنامجنا على وجه التحديد برنامج نقطة على السطر. أهلا وسهلا بك أستاذنا العزيز، وأهلا وسهلا بكادر قناتكم الكريمة وبجميع مشاهديكم في كل مكان. تحياتنا لك يا أستاذ محمد. يعني آخر لقاء مع جنابك كان قبل تقريبا سنة ونص، نعم، واليوم تجدد اللقاء بحضرتك، فنريد نعرف يعني شنو اللي تغير خلال السنة ونص فيما يخص قطاع الاستثمار، وكيف تصفون لنا الوضع العام لقطاع الاستثمار في محافظة صلاح الدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني قلوبنا مع أهلنا في غزة وفي فلسطين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم، والرحمة لشهدائهم والشفاء العاجل لجرحاهم. آمين. موضوع حديثنا يعني فيما يخص الاستثمار، طبعا تعمل هيئة استثمار صلاح الدين على يعني تهيئة الفرص الاستثمارية في محافظتنا بشكل يعني جدي وبعمل يعني مجهود كبير. طيب. المجهود الكبير طبعا بسبب ما نواجهه بالعمل من امور ومعوقات راح نتناولها يعني خلال هذا اللقاء ان شاء الله. لكن يعني بشكل عام يعني وضع الاستثمار ووضع عملنا ما اقول لك يعني هو مرضي بالنسبه لنا 100%، لكن الى حد ما مقبول ان شاء الله. احنا يعني نقول نأمل انه وجادين انه نسعى ونبذل اقصى الجهود حتى نطور عملنا للوصول الى الحد اللي تستحقه محافظتنا. طيب. حسب توجيه توجهات الحكومة المركزية، وان شاء الله يعني راح يكون اكو تحسن بالفترة القادمة. استاذ محمد، شنو اللي تغير؟ شنو اللي صار؟ اكو طفرة ايجابية في واقع الاستثمار خلال هذه السنة ونص اللي تحدثنا بها مع جنابك الكريم، وهل تتأملون خيرا بالقادم وأنت دائما على اطلاع وتماس مباشر بهذا القطاع المهم، قطاع الاستثمار؟ والله هو إن شاء الله أكو تفاؤل، يعني ما أقول لك أكو طفرة نوعية، وإنما أكو تحسن. زين. الحكومة المركزية يعني بتوجيهات دولة رئيس الوزراء المحترم يعني أكد وكان أكو اهتمام بهذا القطاع، بالتالي حكومة المحافظة أيضا أخذت هذا الموضوع على عاتقها وبدأت تكثف من جهودها ولقاءاتها واجتماعاتها بخصوص الوضع الاستثماري. المشكلة أنه الاستثمار يعني الناس تعتقد أو تباوع أنه هو بس هيئة الاستثمار. الاستثمار حقيقة هو كل الدوائر، مو بس هيئة الاستثمار، كل دوائر المحافظة بما فيها سلسلة دوائر متعاونة مع بعضها البعض، وجنابكم يعني جزء مهم من هذه السلسلة. أكيد. طيب. هو هذا، فمن يكون توافر جهود والكل تعمل كفريق واحد إلى يعني حتى توصل إلى هدف معين، أكيد أكو نجاح. لكن من تكون أنت وحدك بالساحة لا، راح يصير أكو عندك معوقات. سابقا كنا نعاني يعني معاناة، هسه بعدنا نعاني لكن حجم المعاناة أقل من السابق. نعمل على تذليل هذه المعوقات ونتواصل يعني باجتماعاتنا مع المحافظة. خليني أقف على هذه النقطة، عذر على المقاطعة، أريد نعرف شنو هذه المشاكل أستاذ محمد. دائما ما تعانون ودائما ما تطالبون بإيجاد حلول للمشاكل والمعوقات اللي تواجه قطاع الاستثمار. وناقشتم هذا الموضوع منذ أيام قليلة باجتماع موسع مع حكومة محافظة صلاح الدين المحلية. خلينا نعرف شنو هذه المشاكل، شنو هذه المعوقات أستاذ محمد، احكي بصراحة. والله أحكي لك بصراحة، هي إحنا المواطن يريد يعرف بالضبط. إحنا أكبر المشكلة اللي نواجهها حاليا هي الموافقات
من الجهات القطاعية أو الجهات المالكة للأرض زين. بسبب التعليمات الوزارية. طيب. لحد الآن إحنا كل وزارة تقول إن الموافقة الاستثمارية تنجز المعاملة بالأخير توقيع الوزير. طيب. ما تنجز المعاملة أو ما تمنح موافقة إذا ما الوزير يوافق. زين. وهي أكبر معوق. المفروض يعني مثلا على صلاحيات المحافظ المفروض تفعيل النافذة الواحدة. هسه إذا نجي وهي هاي أعتقد هاي جوهر المشكلة. طيب. إذا نجي على قانون الاستثمار أكو شيء اسمه النافذة الواحدة. هذا شنو النافذة الواحدة؟ أكو مندوب من كل دائرة. زين. يجي داوم يمنه مكانه يمنه. طيب. هيئة الاستثمار متفرغ عنده صلاحيات. هذا حتى انه المستثمر من يجي يقدم معاملة استثمارية يطلع ويشوف هذا الموظف المعني بالدائرة الفلانية زين. هو ينطي الموافقة. طيب. عنده صلاحيات. ليش ما معمول بهاي النافذة اليوم؟ هذا ما معمول بي انا اليوم حتى اذا اريد اجيب مندوبين من الدوائر المعنية يجي هو ما عنده صلاحيات يقول بالاخير هي الا ترجع للوزارة. فهاي اكبر مشكلة نواجهها تتأخر المعاملة الاستثمارية مكان ما تنجز بشهر خلينا نقول تنجز بسنة أو سنتين زي وهكذا زي ما طالبت أستاذ محمد طبعا احنا بتفعيل ملف النافذة الواحدة أو موضوع النافذة الواحدة وجنابك دا تقول دا يقلل لي الكثير من الروتين طبعاً. يعني المعاملة اللي دا تصير بسنوات لربما تنجز بأشهر بسيط أو أسابيع لو كانت بأيام لو كانت موجودة النافذة الواحدة ما طالبت أستاذ محمد احنا هذا الموضوع نطرحه في كل اجتماع نطرحه في كل شنو كان الرد؟ فرصة تتاح لنا حتى نذكر المعوقات لكن القرار مو بيدنا طيب. القرار يم الوزارات المعنية يم الحكومة المركزية هي اللي تصدر تعليمات بهذا الخصوص وتنطي الصلاحيات اي نعم انا احكي لك اياها بصراحة الوزارات مثلا عقارات دولة بلديات يعني لحد الان الموافقات محصورة بيد الوزير وهذا الشيء هو اللي يأخر يعني هي مو بس هذا الشيء نقل الصلاحيات ايضا حال الوزارات المتبقية الخدمية المفروض هذا الشيء تجي على امور اخرى حتى ما نقول بس هاي النقطه طيب. الوحيده اكو طيب. امور اخرى فيما يخص يعني الخارطه الاستثماريه احنا النظام الماشي يعني القانوني اللي المفروض يعتمد بدوائرنا انه تحدث خارطه استثماريه سنويا من قبل الدوائر زين. ويزودون بها كهيئه استثمار طيب. هذا الشيء ما دا يصير واحنا اخر اجتماع كان طرحنا هذا الموضوع على السيد المحافظ وجه بهذا الأمر وجه بشدة وباهتمام أنه هذا الموضوع يفعل تحديث الخارطة الخارطة الاستثمارية شي طلب من جهد على مود يتم تحديث الخارطة اللي تعتمدوها في موضوع الاستثمار أستاذ محمد هي شي صعبة مثلا إذا هي ما قاعدة تتحدث لا حقيقة لو الشغلة سهلة وما منطيها في الأولوية هي لا صعبة ولا سهلة بس هو إجراء أكو بكل دائرة أكو مساحين اختصاص أكو أقسام معنية ويتم على ضوء نعم وليش يقولون تحدث بذات كل سنة أنت زين. السنة كلها تعمل عليها أنت طيب هاي عندك أنت 12 شهر تجي تسوي خطة تناقشها تطور إلى أن تكتمل عندك بشكلها النهائي بداية السنة أنت تقدمها للاستثمار طيب. الاستثمار تعمل على ضوءها يعني تروج المعاملات الاستثمارية على ضوء الخارطة الاستثمارية اللي تحت إيدك احنا بلا أستاذ محمد الخارطة ما تحدثت تفعيل موضوع موضوع النافذة الواحدة لم يفعل نعم طيب مصير الطريق الاستثمار في صلاح الدين إذا ظل الوضع هيك نظل مثل وضعنا الحالي هسه احنا مو قاعدين ماكو شغل لا هو اكو شغل والعمل يعني قائم بشكل نوعا ما جيد بس بطريقه مو هي هاي الطريقه اللي نطمح لها احنا يعني انت اذا تريد تحقق طفره نوعيه وتشوف الاستثمار بدا ياخذ مديات واسعه ياخذ مديات نعم. وبدا يحقق لك في نواحي عمرانيه تلاحظها انت خلال هسه نشوف مدن معينه خلال الشهر خلال شهر تلقى بها تغيير اما احنا عندنا ما وصلنا لهالحاله ليش؟ بسبب هاي المعوقات اللي هسه ذكرتها احنا لحد الان نعتمد مبدا انه المستثمر هو دا يلقى الفكره هو دا يروح يدور يلقى ارض مناسبه هو يجي يقدم طلب هذا الاسلوب صحيح استاذ محمد لا هو هذا الاسلوب مو صحيح بس هو هذا الاسلوب واقع الحال واقع حال اعتقد كل هيئات الاستثمار مو بس صلاح الدين طيب. بس احنا نحكي على صلاح الدين هذا طيب. واقع حالنا بهالشكل هذه المشاكل اللي طرحتوها في اجتماعكم مع حكومه محافظه صلاح الدين المحليه نعم. ماذا كان الرد
إيه الرد ذكرت لك كان أكو توجيه السيد المحافظ زين. وجه الدوائر وأكدنا على راح نعقد سواء بيناتنا أو سواء مع المحافظة لقاءات دورية قد يكون أسبوعية أو نصف شهرية إن شاء الله راح نعمل على هذا الموضوع بشكل جدي حتى نوصل للفكرة النهائية اللي تخلي إجراءاتنا ومعاملاتنا الاستثمارية والرؤية الاستثمارية بالمحافظة تتغير بشكل كبير. وأني بإذن الله أنا جاد مع كوادر دائرتي مع موظفين المختصين جاد أنه نبذل أقصى طاقتنا في سبيل نغير الواقع الاستثماري من أين ستبدأ أستاذ محمد؟ كلامك مشجع والمواطن يحب هذا الكلام، لكن من أين ستبدأ؟ ما هي النقطة تقول والله أنا راح أشتغل عليها من خلالها أقدر أقوم واقع الاستثمار في صلاح الدين؟ أبدأ من دائرتنا بالأساس، تواصلنا مع المحافظة. أريد أنا أسوي فد ربط مستمر بيننا وبين المحافظة. ليش؟ زين. ليش أكو دوائر يعني هي المالكة، نقول الجهات المالكة للأرض ارتباطها بمحافظة صلاح الدين. هاي من نلقى احنا صيغة عمل وانسجام بيناتنا راح يكون اكو فرق ملحوظ طبعا، يعني ما اقول لك فرق نوعي باللي احنا بس راح يكون ملحوظ بالبداية. ماكو تعاون اليوم او التعاون ليس بالمستوى المطلوب ما بينكم انتم كاستثمار وباقي المحافظة؟ انا اعتبرها ماكو تعاون، بس حتى نشخص الموضوع بشكل دقيق، السبب التعليمات الوزارية اللي مقيدين بها الدوائر. أنا حتى أكون منصف، يعني على أي دائرة تروح تقول لك والله أنا عندي تعليمات وشروط وضوابط. أنا باعتباري أحكي عن نفسي، كنت مدير بلديات سابقا، مدير بلديات صلاح الدين، أيضا كنا نعاني من موضوع التعليمات الوزارية، بحيث أي جهة أو سواء يعني جهة أخرى غير الاستثمار أو هيئة الاستثمار نفسها من تجي تريد موافقات معينة، أنا عندي تعليمات مقيدتني، أقول أنا متقيد بهاي التعليمات. يعني أستاذ محمد شلون قاعد تمشون أموركم حقيقة الاستثمارية أو الخاصة بالقطاع الاستثمار؟ إذا موضوع الخارطة لم يفعل، موضوع النافذة الواحدة لم يفعل، موضوع التعاون بينكم وبين باقي الدوائر اللي تخضع لشروط وضوابط الوزارة اللي تابعة إلها لم يكن بالمستوى المطلوب، شلون قاعد تمشي عجلة الاستثمار في صلاح الدين سامح؟ وإيد واحدة ما تصفق. إيه أكيد. هو هذا الواقع، يعني أنا حكيت لك الواقع، يعني حتى لا نبالغ. لا الصراحة حلوة والحقيقة حلوة. بنفس الصراحة، إحنا حالياً ده نعمل على إنه ده نضغط على نفسنا، نضغط على بيننا وبين الدوائر. شوف مرات أكو إرهاصات عمل، بس بالأخير يعني ده يطلع شغل. تتوقعون أكو شيء جاي جديد بالأفق؟ لا إن شاء الله، إن شاء الله إحنا على توجهات أو توجيهات السيدة المحافظة الأخيرة. نعم. يعني إن شاء الله إحنا مقبلين على تغيير يعني حالياً، حتى ما يعني أروح بالتفاؤل أكثر من اللازم، لكن أنا متفائل راح يصير تغيير، وهذا الشيء كخطوة أولى أعتبره إيجابي جداً. أعمل بعد هذا التغيير راح يصير نقلة. كلامك راح يكون شاهد عليك أستاذ محمد إن شاء الله، راح يقول طلع أستاذ محمد وحشة وقال سوف تكون هناك طفرة في واقع الاستثمار على صعيد محافظة صلاح إن شاء الله. فنتمنى هذا إذا هذا إحنا من يمنا أنا أضمن سلامة الإجراءات ودقة الإجراءات وسرعة الإجراءات من دائرتنا، لكن يبقى الأمر يم الدوائر الأخرى إذا صارت أكو استجابة. إن شاء الله أنا لاحظت جميع مدراء الدوائر عندهم يعني عندهم هذا الهدف والغاية اللي نريد نوصلها. إن شاء الله نقدر نحققها بإذن الله. إن شاء الله. أريد نعرف وصلتكم إشعارات عن استثمارات أجنبية على صعيد محافظة صلاح الدين بأقضيتها ونواحيها أم الاستثمار محلي فقط؟ نعم. أستاذ محمد، وأيهما تشجع، الاستثمار المحلي الاستثمار من الشركات الأجنبية إن صح التعبير؟ إحنا يعني خلي أبدأ من أيهما تشجع. إحنا أي مستثمر يكون عمله نوعي ويمتلك يعني مهارات وإمكانيات إحنا نرحب به، سواء كان زين. محلي أو أجنبي. لكن بالنسبة للشركات الأجنبية العاملة يعني تقريبا ما عندنا أو شيء جدا بسيط. سبب؟ ما يعني ما وصلنا إلى تحقيق البيئة الجاذبة للأجانب. يعني لحد الآن الشركات الأجنبية الكبيرة طبعا تريد مشاريع كبيرة، مشاريع يعني ما عندنا بيئة حقيقية وجاذبة، ما عندنا بيئة جاذبة لهالحد. شو نفتقر أو لا شنو تفتقر أو شنو نحتاج حتى تكون عندنا بيئة نستقطب بها هذه طبعاً الشركات؟ يعني نحسب صراحة نحتاج كثير من الأمور، مثل يعني أول شيء استقرار إداري
استقرار أمني. هسه الأمن بالله تحقق الحمد لله، تحقق وبنسب كبيرة، لكن أكو مشكلة عندنا لحد الآن بالدوائر. الاستقرار الأمني الحمد لله جيد جدا، وهذا يرجع الفضل بعد الله قوات الأمنية. نعم قوات الأمنية الماسكة، لكن أكو يعني أكو بعض التداخل بالصلاحيات بالقضايا الإدارية، أكو بعض التداخل بالصلاحيات بالقضايا العمل قد تصير عائقا أمامكم. نعم أي هذا الموضوع ينفر الشركات. الشركات الأجنبية تيجي تريد بيئة يعني مستقرة 100%، حقهم يقول لك رأس المال جبان. نعم وأنا جاي أشتغل الاستثمار يقول لك أنت ما راح تصرف الفلوس، أنا راح أصرف من عندي. فلهذا يريدون بيئة حقيقية جاذبة مستقرة آمنة هادئة، بحيث أنت كل المقومات عندك وتعمل بشكل سلس، وهذا الشيء لحد الآن إحنا ما محققين. إذن أنت تشجع القطاع لربما خلينا نقول الاستثمارات الأجنبية إذا كانت تتوفر فيها المعايير والجودة المطلوبة أكثر من المحلية أستاذ محمد؟ لا إحنا إذا المحلية توفرت لها الإمكانيات أفضل، الأجنبية ممكن تفيدنا كخبرات لان هم سابقين يعني واقع أكيد سابقين بسنوات طويله بالعمل. احنا اللي يعني الهدف الاساسي نحقق يعني بالاستثمار هو طيب. تحقيق جانب يعني عمراني وجانب اقتصادي. احنا يهمنا تشغيل ايدي عامله، تشغيل السوق المحليه، قضاء على البطاله، النهوض بالاقتصاد. نعم كل شيء يهمنا. نعم فمن اي جانب يتحقق هذا الموضوع احنا معه جيد، فنامل انه تكون عندنا شركات مستوى الشركات الاجنبيه. واعتقد هذا الشيء راد للسنوات من العمل. احنا دائما نتكلم بلغه الامنيات استاذ محمد، لانه يعني نتمنى انه كل هذه المعطيات تنفذ وما نايل المطالب بالتمني. اكيد راد عمل، احنا نريد يعني تطبيق كل هذه المعطيات على ارض الواقع بشكل حقيقي وفعلي، والجميع يعمل بمسافة واحدة وبأيدي واحدة من أجل تطوير الاستثمار. لكن أيضا أريد أسألك أستاذ محمد، هل تشكون من ظاهرة الاحتكار في موضوع الاستثمار لجهة معينة على حساب جهة معينة أخرى، أم لا والله كل من تتوفر به الشروط والمعايير اللي تكلمت عليها جنابك الكريم إلى الفرصة يعني في إقامة ماكو احتكار بهالمعنى؟ لا ما أتصور. لا يعني ليش هسه اذا تروح تشوف المشاريع الاستثماريه بالمحافظه طيب يعني تلقاها متنوعه ومستثمرين من كل مكان من يعني من عموم العراق. ما عندنا ماكو جهه معينه محتكره، لا بالعكس اكو تكافؤ بالفرص الاستثماريه. ولحد الان احنا ما عندنا العمل النوعي اللي عندنا في المشاريع متميزه معينه، كلها اغلبها مشاريع سكنيه وتجاريه. طيب يعني شلون نقدر نستثمر هذه المساحات الواسعه اللي تتحلى بها اليوم محافظه صلاح الدين في موضوع الاستثمار استاذ محمد؟ بها كثيره مساحات كثيره استاذ. هذا سؤال مهم. سؤال مهم. احنا طرحنا هذا الموضوع باجتماعنا الاخير واجتماعاتنا السابقه، لكن هذا الاخير ركزنا على هذه التفاصيل، فاتفقنا على انه المحافظه راح تسوي فد ورشه عمل زين. ان شاء الله خلال هاي الايام القليله القادمه. تتضمن هذه الورشه ورشه عمل راح تشمل جميع الدوائر من مدراها من مساحيها والاقسام المختصه، وراح يصير فد مناقشه على وضع رؤيه يتم من خلالها يعني وضع خارطه استثماريه. احنا راح نعمل بنفسنا على وضع خارطه استثماريه راح يتم من خلالها يعني العمل والتوجه استغلال هذه المساحات الكبيره اليوم اللي تتمتع بها محافظه صلاح الدين استاذ محمد. استغلال هذه المساحات، عندنا مساحات شاسعه. وشنو العامل الاهم؟ انه انت كل منطقه حسب طبيعتها فيها نوع المشاريع جيد. اللي يتلائم مع طبيعه هاي المنطقه جيد. اذا المشاريع مو عشوائيا تقام حتى يعرف مواطننا الكريم. لا لا مو كل مشروع يجب ان يقام بما يتلائم مع البيئه اللي موجوده بها. وعندنا مشكله اساسيه طرحناها سابقا نطرحها حاليا ونضل نحكي بيها، انه عندنا في داخل حدود البلديات التصاميم الاساسيه للمدن اغلبها قديمه غير محدثه، وهاي تسبب مشكله كبيره بالنسبه لتطور المدن. يعني انا يجوز احكي لك اليوم هذه مسؤوليه من؟ مسؤوليه البلديه مسؤوليه من؟ المفروض انه تطوير التصاميم الاساسيه للمدن المحافظه، لان المحافظة. الشركات يراد لها مبالغ ماليه طائله. قبل كانت على الوزارات، لكن من صارت البلديات دوائر منقوله الصلاحيه طيب. صار هذا الشيء من طرحتوا هاي المشكله المحافظة. استاذ محمد في فيها كلها.
كلها ماكو مشكله، ما مشخصيها ومحدديها ونعطيهم اياها بالضبط. تبقى على جهود المحافظه بالموضوع وان شاء الله احنا يعني معاهم خطوه بخطوه الى ان احنا نريد نعرف يعني الفرص الاستثماريه في حدود محافظه صلاح الدين. ودائما استاذ محمد الما تنطون اهميه واولويه في اقامه المشاريع الاستثماريه، عندكم مهم وعدكم أهم في نفس الوقت. أريد أتطرق لهذا الموضوع مع جنابك الكريم، ولكن بعد هذا الفاصل لو سمحت. أحبتي المشاهدين، نذهب بفاصل قصير ثم نعود لتكملة محورنا الثاني من هذه الحلقة، خلوكم ويانا. اهلا وسهلا بكم مره اخرى مشاهدينا الكرام، ومحورنا الثاني من هذه الحلقه، وضيف حلقتنا لهذا اليوم المهندس محمد يونس حسن، مدير هيئه استثمار محافظه صلاح الدين. حياك الله من جديد يا استاذ محمد. قبل الفاصل قلنا نتكلم عن ما هي الفرص الاستثماريه الموجوده داخل حدود محافظه صلاح الدين، واي قطاع هو الاهم بنظركم وتنطوا اولويه من اجل اقامته على صعيد صلاح الدين. طبعا يعني الوقت الحالي اغلب المشاريع الاستثماريه هي السكني، السكني والتجاري. زين. السكني حقق يعني فد نسبه نجاح اعتبرها جيده جدا، وعلى اعتبار يعني محافظتنا من المحافظات اللي تحتاج بها نسبه سكانيه كبيره. نعم. وتفتقر الى الوحدات السكنيه اللي تكفي او تكفي حاجه المواطنين. طيب. هذا يعني خلينا نقول جانب. الجانب الآخر التجاري أيضا نجح عندنا. مثل التجاري أستاذ محمد. تجاري يعني مشاريع عمارات تجارية. زين. مراكز تسوق. يعني التجاري بكل أنواعه. أيضا يعني أعتبره نجح الحمد لله إلى حد. هسه إحنا عندنا توجهنا على الاستثمار الصناعي. الصناعي. وهذا إحنا مكثفين جهدنا يمكن يعني من أسبوعين تقريبا. مكثفين جهدنا ويا وزارة الصناعة بالمخاطبات ويا المصفى، على اعتبار عندنا مصفى بيجي وما يمتلكه من منشآت. طيب. نشوف شنو الفرص الاستثمارية اللي نقدر نطرحها. طبعا هذا الأمر يرتبط بمسألة إنه المستثمر يجي هو يسوي دراسة جدوى ويشوف إنه شنو يعني خلينا نقول المجال اللي ينجح عنده. لأن الاستثمار يعتمد على الفكرة اللي أنت توضعها كمستثمر. واضح. واضح. ما ممكن تفرض عليه فرض لانه هو بكيف يقولك انا ما شنو المشروع اللي ينجح عندي في هذه البيئه انا انفذها بالضبط. فهذا الموضوع هسه يعني بدينا ندخل بهذا المجال الاستثمار الصناعي، ويجوز بعده خطوات اخرى راح تكون يعني حسب ما انه يعني حسب ما راح نوضعه من خطه. طيب. لكن الاستثمار الصناعي اذا نجح راح ايش راح يتمثل لي؟ هسه المواطن يعني يسال يقول الاستثمار الصناعي، واكيد عندك بعض التفاصيل استاذ محمد وانت مدير هيئه استثمار صلاح الدين، عندك بعض التفاصيل عن موضوع الاستثمار الصناعي، شنو راح يتمثل وشنو المناطق اللي راح تستهدفوها؟ احنا بالنسبه لمحافظتنا بيها مقومات صناعيه، بيها اكو حاجه واكو خبرات. جيد. هذا كله ممكن ينجح لنا يعني انشاء مصانع معينه تخدمنا بعدين بتشغيل ايدي عامله، وتخدمنا بمساله يعني تحسن الوضع الاقتصادي بالمحافظه. اكيد. انت من تكون منتج افضل من ما تكون مستهلك. طبعا. لكن هذا الأمر أيضا يعني راح شنو اللي راح نحتاجه حتى ينجح هذا الشيء؟ شنو اللي راح توفره الحكومة من دعم؟ لأن هذا أي مصنع يراد له مواد أولية. طبعا. هنا في النقطة مهمة. طبعا طبعا. هاي المواد الأولية لازم يصير لها تسهيلات، لازم يصير لها بإدخال هاي المواد الأولية. يعني إن شاء الله إحنا بادين بخطوات. إذا أفهم من كلامك توجهكم القادم نحو الاستثمار الصناعي. نعم. الاستثمار السكني التجاري ماشي حسب يعني حسب مو صارت هواية اليوم المجمعات السكنية استاذ محمد، وسيسأل دائما يقولها مواطننا هواية صارت عندنا مجمعات سكنية، نريد من هيئة استثمار نريد امور اخرى يعني ربما تخدم المواطن اكثر. وايضا يسألون ليش ما يكون الاستثمار عمودي، يكون دائما نشوف استثمار افقي، وانا ايضا طرقت لهذا السؤال في لقائنا الاخير مع جنابك الكريم.
ويشوفونه بالشارع ويناشدونه أو يناشدوكم عن طريقنا أنه يطالبون بأن تكون هناك مجمعات سكنية عمودية، الاستثمار يكون عمودي وليس أفقي. ما هي المعوقات اللي تمنعكم أستاذ محمد أو تمنع الاستثمار من إقامة هكذا مشاريع؟ هي الاستثمار السكني، خلينا نبدي من الشق الأول من كلام حضرتك. طيب. الاستثمار السكني بعد لحد الآن ده يلبي حاجة المواطن. طيب. لحد الآن أكو توجه عليه. واضح. وهو أيضا تشغيل أيدي عاملة. هذا واحد. اثنين، الاستثمار الصناعي بدينا بيه بخطوات بداية، إن شاء الله راح نوصل إلى نتائج بإذن الله. جيد. لأن اللي يريد يحقق هدف ويوصل إلى يوصله. بس يكون يخلص النية يوصل. وعندنا الاستثمار العمودي، البناء العمودي ذكرت لي هي المشكلة. المواطن ما عنده رغبة وتوجه. هل سولوا مجمع العمودي. واحد أستاذ محمد يقال والله دنحاول أقيم هذا يعني المشروع فيه. لا، وأكو مجمعات عمودية بدأت، يعني بدأ العمل بها، لكن وين بالضبط؟ بدأ عندنا مثلا مجمع بتكريت، عندنا مجمع بسامرة. جيد. بس رأسا يتوقف العمل به ويجي المستثمر يقول أنا ماذا أشوف أكو رغبة. وأنا بالأخير يهمني موضوع التسويق، خليه يكمل ويصير ويوقف على حيل المشروع يعني وشوفه خير من شر، بعدين واحد يقدر يحكم عليها. احنا ندفع بهالاتجاه، ندفع أنه نريد نسوي عمودي. بس العمودي ايش يحتاج؟ يحتاج استقرار بالكهرباء طبعا، يحتاج استقرار بالخدمات، مصاعد ما مصاعد وغيرها. نعم نعم. اذا مو مصاعد وكهرباء مستمره ما راح ينجح، لانه دائما البناء العمودي صار يعني تدري من صار عده طوابق، صار صعوبه بالتبريد بالتدفئه، يعني الا بمواصفات معينه، وسائل التبريد لازم كلها فعلا فعاله وشغاله. فيعني هي هاي كلها معوقات، يعني عده اسباب ومو سبب واحد. خليني نتكلم بلغة الأرقام شوية أستاذ محمد. نعم. كم مشروع اليوم استثماري منجز على أرض محافظة صلاح الدين؟ كم المتلكئ؟ كم قيد التنفيذ من هذه المشاريع؟ إن كانت لديكم حتى وإن كانت أرقام تقريبية عن هذا الموضوع، مشاريع منجزة وقيد الإنجاز. أنطيك أرقام تقريبية. إحنا هسه حاليا بحدود بعموم محافظة صلاح الدين عندنا يعني أكثر من 300 مشروع استثماري. أكثر 300 مشروع استثماري. أغلبها نعم. قلة منها بالأقضية. طيب. موجود عندنا بعض المشاريع أغلبها بتكريت. المنجز منها يعني شو أقدر أقول لك، يعني تقريبا يعني إذا أحسب لك 70-80-90 أقل. لا يعني ممكن نقول 50% منجز. نعم. وخليش نحسبها 50% تقريبا منجز. عندك فد 40% قيد الإنجاز، أو نقول 30% ماشي بشكل طبيعي. قيد الإنجاز، قيد الإنجاز. طيب. وعندنا نسبة يعني تقريبا جيد نقول بقى 20% أو يعني بحدود 20% 30% أيضا يجي بيها التلكؤات. أي بيها، بس الأغلب يعني أوكي، يعني ماشي أمورها بشكل طبيعي. نعم. كلام جميل. أين تقع أقضية محافظة صلاح الدين ضمن خطط استثمار العقارات؟ هذا الموضوع هو بيضعف، أنا ذكرت لك قبل شوية التصاميم قضاء الأساسية مهم على حساب قضاء آخر. هو مو مهم، وإنما أكو قضاء يصير ينجح به الموضوع الاستثماري على قدر التعداد السكاني، الموقع الجغرافي للقضاء ممكن ينجح به العمل. أكو لا يعني أكو أقضية صغيرة يعني بيها مشاريع تكون بسيطة. زين. بيها مشاريع لكن بسيطة. فتكريت مثلا ليش متميزة بالعمل عن باقي الأقضية؟ طيب. لأنه مركز محافظة وهي السنتر، يعني سنتر عاصمة المحافظة. أكيد أكيد. تجي الأقضية الأخرى، عندك سامرة، عندك مثلا الشرقاط بدت هسه بيها عندنا كم مشروع، أكو بيها مشاريع استثمارية. واضح. سامرة بيها مشاريع استثمارية تجارية أنا أعتبرها الأغلب ناجحة. السكني بيها بعض المعوقات. عندنا مشاريع أخرى راح تنطلق يعني ببعض الأقضية. عندنا بالدور كم مجمع سكني بيهن أيضا يعني إشكاليات، دا نعمل على حلها. يعني دا نعمل أنه نطور. عندنا هسه حاليا معاملات استثمارية عندي بسامرة، عندي بالدجيل. يعني إن شاء الله نعمل على تغيير الوضع الاستثماري، بس كل هذا ينراد لشو. خلي أسألك بمعنى آخر أستاذ محمد، هل هناك تمايز بإقامة مشاريع استثمار ما بين قضاء وقضاء؟ لو كلها والله تحظى بأهمية واحدة،
من قبل الجهات المعنية. جاوبك بغير طريقة. طيب. أكو تمايز، هو مو تمايز بس على قدر الجهات المعنية، الدوائر المعنية بهذا القضاء من تهيئة فرص استثمارية. جيد. أكو أقضية تهيئ لك فرص استثمارية، أكو أقضية لا. هذا يعتمد على شغلهم هم. يجي يقول لك أنا هاي عندي فرص استثمارية مهيئها وعاد إلها سندات وخرائط عقار وأولياتها، هاي تفضل تعال استثمر. نعم. أي. كلام جميل. أكو ما عندهم يقول لك أنا ما عندي أراضي. هذا الموضوع. يعني هذا تعتمد على إدارة على القضاء نفسه. نفسه نعم. في هذا الموضوع. أكو جانب أكو تلقى أقضية نشطة بهذا المجال وأكو لا. هذا يم شغلهم هم. بس هناك مجمعات سكنية لم تلتزم بشروطها مع المواطنين. والمواطن دائما يشكو من لربما انقطاع الكهرباء، انقطاع الماء، وضعف في البنى التحتية. أستاذ محمد يقول لك أنا من شفت المجمع السكني على الخارطة هو بس لا يعلى عليه. نعم. لكن من جيت واستلمت البيت وقعدت بعد مرور من الزمن شفت انقطاع بالكهرباء، انقطاع بالماء، ربما شوية البنى التحتية. وهذا الكلام ما يخفى عليك يا أستاذ محمد، وأنت في تماس مباشر مع احتياجات المواطنين في هذا الجانب، ماذا تقول؟ احنا كل ما يتعلق صحيح لا مو صحيح، لا اكو 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 ناس تجي تشكي. طيب. تشكي من امور. احنا عندنا القسم الاقتصادي والفني يسوي زيارات دوريه على المشاريع ويشيك ويتابع اي مشكله فنيه فيما يخص القضايا الفنيه احنا نتدخل بيها. زين. اذا كان خلل المستثمر هذا يمنا احنا نعالجه. ومرات اكو خلل مثلا بالدائره القطاعيه المعنيه. طيب. ايضا نتواصل ويا الدائره بكتب رسميه وباجراءات. يعني هذا فيما يخص الامور الخدميه. طيب. نتواصل وما هاملين اي جانب، يعني ما عندنا اي جانب مهمل. يعني ابوابكم مفتوحه استاذ محمد، افهم من كلامك. باكر عقب يجي عنده واحد فد مناشده فد شكوى فد رساله يريد يدق بابكم يوصلها للأستاذ محمد، أبوابكم مفتوحة. أي طبعا أكيد أكيد. أنا يمكن معروف عني ما أدري، يعني أنا أعتقد أنه أنا يعني أستقبل. طيب. وبابي مفتوح للمواطنين ودائما يجوني وراجعوني، وحتى أشوف المناشدات مالتهم على الفيس على صفحاتنا من ننشر أتابع. إذا أكو أمور حقيقية لا نقوم بالإجراء اللازم ونعالج وما نخلي أي نقص. إذا قلت لك الخلل يم المستثمر هذا إحنا نتصرف وياه، إذا الخلل يم الدوائر أيضا إحنا نتابع وياهم. جيد. ماكو عمل يخلو من مشاكل. ماكو عمل ناجح دائما نقولها. أي ما في ذا صعاب وتحديات ومشاكل. بس جيب اللي تغلب عليها أستاذ محمد تمشي عجلة. لا أكيد يعني أنا ما أعتبر يعني أكو مشكلة كبيرة، أكو طيب. مشاكل بس مو كبيرة، يعني مشاكل معينة ده نقدر نحلها. أكو مواطنين أيضا يقول إحنا سلمنا فلوس إلى مجمع سكني معين. نعم. لكن إلى الآن لم نستلم المنزل. نعم. ينتظرون شروط ضوابط قواعد ما أعرف يستخدمها. أي هذا كان يعني أكو صحيح يشكون من هذا الشيء. يعني إذا نحكي بصراحة أكو خلل بآلية الصرف. طيب. من قبل المصارف اللي تمنح قروض. وأنا دائما أشخص هذه المشكلة لأنه دي يمنحون القروض بطريقة بحيث أنه أقل ما ممكن من ضمانات، بينما هو المصرف دي يصرف مبالغ طائلة المفروض يلزمون المستثمر بأمور كبيرة. يعني الخلل وين؟ الخلل يعني أغلبها دي يصير بالمصارف مثلا. كان موضوع المبادرة بعد يعني قبل ما يسوون عليه تعديلات بنظام يعني القروض كان ينطي للمستثمر بشكل مباشر ويظل المواطن يستقطع. طيب. يدفع أقساط. هسه عدلوا الصيغة، صار يفتح حساب ويتودع هذا المبلغ بالحساب، يعني تعدلت الصيغة. لكن بالسابق كانت أكو يعني أنا أوصفها بعشوائية أو عشوائية. أكو فوضوية بطريقة منح القروض. طيب. وأستغرب شلون المصرف ينطي قروض وهو ما ماخذ ذيك الضمانات اللي الحقيقية. أنا حتى أتذكر في لقائنا الأخير مع جنبك أستاذ محمد قلت المواطن اللي يجي ياخذ بيت من مجمع سكني معين. نعم. تابع لهذا الاستثمار خليه يجي يصدق يمن العقد. المفروض مو هذا صحيح؟ المفروض يصدق العقد. واكو يعني مساله اخرى يعني عفوا خلي يعني نوقف مع النقطه اذا. نعم. صدق العقد شو يترتب عليه؟ واذا لم يصدق ماذا يترتب عليه؟ خلي يسمع المواطن. اليوم انا جيت واشتريت بيت من مجمع سكني وهذا العقد وياي،
من اجي على هيئه استثمار صلاح الدين يختموها ويوقعوها وكذا، ايش راح اضمن بيه؟ واذا ما جبته وما وقعته وما ختمته ايش راح يترتب علي استاذ محمد؟ بالضبط، هذا يعني ايضا سؤالك دقيق. اذا كان مصدق من الهيئه، ممكن اذا صار خلاف بين المواطن وبين المستثمر، زيادة. هو بكل الحالات المواطن يلجأ للمحكمه. المحكمه راح تستعين بهيئه الاستثمار. اذا هيئه الاستثمار مصادقه هذا العقد، راح يصير مثلا المواطن يضمن به حقوقه، راح ممكن تدخل هيئه الاستثمار كطرف. واذا ما كانت مصادقه هيئه طيب. الاستثمار يظل بس المواطن والمستثمر بيناتهم، احدهم باعتبار خارج هذا الموضوع. هنا المشكله. اجراء بسيط لا، وسوينا عليه هسه تحديث افضل، مو احنا سوينا عليه تحديث، وفقا للقانون انه نسخة العقد اللي راح يبرمها المستثمر مع المواطن يزودنا بيها نوافق عليها. اذا بعدين اتضح انه هذا المستثمر مزود المواطن والمواطن بعقد اخر طيب. غير هاي النسخة اللي عندنا، هذا يكون باطل والحق للمواطن، بينما اذا ضمن النسخة اللي احنا معتمديها خلاص يعني نحتكم الها بعدين. هاي تخدم المواطن بعدين بالمحاكم، من ندخل احنا طرف بأي خلاف بيناتهم راح يقدر يضمن حقه من خلال انه مرات المحاكم يقولك انا اريد رأي هيئة الاستثمار. أكيد. من يكون انا لي دور بالموضوع يعني كهيئة اقدر انطي رأيي، واذا ما انطي رأيي. اذا خلي اسمع رسالتك استاذ محمد في هذه الجزئية لمواطن الكريم ومن هم مقبلين على شراء وحدات سكنية من مجمعات سكنية معينة. المقبلين المفروض يراجع الهيئة ويتأكد من التفاصيل ويعرف شنو الإله وشنو العليه، يلا يروح يبرم عقد. جيد. بالفترة السابقة أغلب المواطنين عانوا من مشكلة بسبب أنه راح وقع على عقد وهو حتى ما قارب ينوده. طيب. بالأخير من صار خلاف ولجأ للمحاكم، أغلبهم خسروا الدعوة لأن القاضي بعدين راح يقول له أنت هاي شروط موجودة وأنت موافق وموقع، وهو ما يعرف على شنو وقع. من أسأل المواطن، أنا كذا حالة صارت، أنا شخصيا أسأل أقول له أنت قريت العقد؟ يقول لي لا. زين شلون وقعت؟ وهنا مشكلة. انت عقد وقعت عليه، التوقيع يلزم. يقول لك هو اكيد عقد يفيدني ويفيد اللي ماكو اكيد، انت يعني اقرا وشوفه. كلام جميل. فاحنا هاي النقطة اللي دائما نحث المواطنين عليها. اي واحد مقبل على شراء وحدة سكنية من مشروع، اي مشروع استثماري، طيب. يجي ويراجع ويطلع ويعرف شنو، وراح يدفع فلوس، راح يدفع مبالغ عالية. مو زين انا صار لي سنوات ما اخذ بيت معين على سبيل المثال استاذ محمد، يصير اقدر هسه اجي اصادقه يمكم لو لا؟ لا، اللي راح القديم بعد ما يتصادق نهائي. هذا راح بوقته. اي علينا بالجديد، لكن اللي القديم ده تصير مشاكل حالات فرديه نحلها بطريقه او باخرى. اذا هذا مناشده الى المواطنين وتوضيح او رساله للمواطنين. نعم. بين كل واحد مقبل اليوم على شراء دار سكني من مجمع سكني معين، يجب ان يذهب الى الاستثمار بالبدايه. نعم. ويطلع على شروط وضوابط وقواعد وبنود بالضبط. العقد. نعم. وبعد التوقيع يكون المصادقة. أي. من قبل هيئة الاستثمار حتى تحفظ حقوقك أولا. نعم. وآخرا بالضبط. سيد محمد، نريد نعرف أيضا موضوع الاستثمار في القطاع السياحي، أين وصل على صعيد محافظة صلاح الدين؟ ما شاء الله عندنا مناطق سياحية كثيرة في صلاح الدين، أكو اهتمام، أكو أولوية في هذا الموضوع؟ والله احنا لو بعيد اليوم موضوع الاستثمار، احنا شايف المشكله انه الجهات القطاعيه هاي المعنيه احنا دا نركض وراهم ركض. اي دا نركض وراهم، وهو يعني ان شاء الله صايره بالعكس. اي بالعكس. وهو بدل ما دا يقول زين هذا هو دا يجي يندق بيه، هو اللي دا يجي يطرح علي الافكار، خلي انا يعني استغله من هالباب واسوي أكيد. عمل أكيد. لا هم يعني اكو عمل، يعني شلون اقول واحد يقدم خطوه ويرجع 10 خطوات. خلنا نوصفها بهالشكل، يقدم لك خطوه ويرجع 10 خطوات، يخليك انت سبب. ما اعرف والله، علامة استفهام وعلامة تعجب كثيره. والله ما ادري، ما شاء الله عندنا مواقع استثماريه كثيره في صلاح الدين، عندنا ضفاف انهار في شيء بيها في مناطق كلش حلوه، يعني مناطق سياحيه، مدخل اقتصادي وسياحي والقضاء على البطاله طبعا عمل. هاي بعدين تيجوك الوافدين، الجانب السياحي يجوك الوافدين، هذا كله انعاش للاقتصاد. يعني احنا هذا كله ما اعرف. هسه هيئه السياحه حاليا طرحوا لنا، انطونا كم فرصه استثماريه، يعني
ده نعمل عليها، لكن لحد الآن بعدها بطور استحصال الموافقات والإجراءات. مع العلم هم المفروض هم يشجعونا وهم ينطونا فالدافع وحماسة يسوونا حماسة بالعمل. إيه لكن ومن تجي ساعتها ربما لحد الآن شكرا. أيضا كان يعني مشروع سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية، وين وصل هذا المشروع أستاذ محمد؟ يعني هذا مشروع هو بعيد عن الاستثمار، يعني أيضا كان في فد منتج مهم أو إنتاجية مهمة لي. هذا الموضوع هو ما بجانب استثماري، هذا هو كله عبارة عن مشاريع تتبناها الحكومة رصدولها مبلغ ضمن الموازنة يتم يعني تنفيذ الأعمال والمشاريع من خلاله، فماكو ماكو الاستثمار بهذا الخصوص. ماكو نهائيا لا يعني ما لكم علاقة في هذا الجانب. طيب يعني أريد نعرف الخطط والمشاريع المستقبلية، شنو اللي جاي على صعيد محافظة صلاح الدين؟ وأنا زميلي المخرج ليشير لي إلى وقت انتهاء البرنامج، لكن أريد يعني أستغل هذه الدقيقتين مع جنابك. شنو اللي جاي أستاذ محمد؟ شنو الخطة؟ شنو الدراسة؟ شنو اللي بالكم؟ والله مثل ما قلنا أكو شيء مهم وشيء أهم. أي نعم، إحنا حاليا ده نعمل على تهيئة خارطة استثمارية راح يتم من خلالها تهيئة فرص استثمارية على صعيد يعني نقول كل الجوانب، السكني، التجاري، الخدمي، السياحي، الصناعي، كلها أريد أفعلها. لجاننا دا تشتغل هسه، وأنا شكلت لجنة من مجموعة موظفين دا يفترون على الدوائر بشكل يومي حتى نستحصل الموافقات دا نكمل ملف استثماري لكل مشروع. إن شاء الله يعني راح تنطرحوا عندنا مجموعة مشاريع راح تنعرض على مؤتمر العراق المزمع إقامته في بغداد إن شاء الله. جيد. هذا يعني أيضا عندنا فرص استثمارية من ضمنها مطار صلاح الدين، من ضمنها فنادق سياحية، فندق سياحي في تكريت، فندق سياحي في سامراء، من ضمنها يعني مجموعة يعني مشاريع سياحية. يعني إن شاء الله راح يكون لها فد يعني نقول أثر راح يكون ملحوظ وواضح خلال الفترة القادمة. جيد. إن شاء الله الفترة القريبة يعني. وأوعد جنابك أنه اللقاء يتجدد به إن شاء الله حضرتك. إن شاء الله. لكن لاظر أنه نسوينا فد جولة ميدانية أستاذ نعم. محمد على بعض المشاريع نعم. التابعة لهيئتكم أو دائرتكم حتى نوصل الصورة الأشمل والأوسع نعم. لمواطننا الكريم على ما تبذل إن شاء الله. من هيئة استثمار صلاح الدين على صعيد محافظة صلاح الدين من أجل خدمة مواطننا الكريم. المهندس محمد يونس حسن مدير هيئة استثمار محافظة صلاح الدين، كنت ضيفا عزيزا علينا اليوم، وشكرا لجنابك الكريم أستاذ محمد. أهلا وسهلا بكم، شرفتونا. وشكرا موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. كما يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب الخاص بقناة صلاح الدين الفضائية، والاستماع إلى هذه الحلقة عبر أثير إذاعة صلاح الدين عبر الموجة 91.2. كمسك الختام، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم الدكتور أحمد صلاح الدين، وتحيات زميلي المنتج أحمد أسعد وزميلي المخرج محمد الخطاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. السلام. شكرا أستاذ محمد. شكرا عزيزي. الله يبارك.